اكيد مفيش اتنين هيختلفوا ان نهائي القرن سنة 2020 هي اهم مباراة قمة في تاريخ الفريقين، ولكن لو قلبنا في التاريخ كده هنلاقي ان سوبر 94 واحد من اكتر مباراة القمة تأثيرا، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة في ما قبل وما بعد وخلال المباراة وكل ده مع يسري. لو تاخد بالك هتلاقيني بقولك ان الماتش ده الاكثر تأثيرا، يسري بقى هيقول لنا ليه الماتش ده هو فعلا الاكثر تأثيرا. ماتش سوبر الاهلي والزمالك سنة 94 هو ماتش القرن. ايوه كده زي ما انت سمعت، هو ماتش القرن. ليه ماتش القرن؟ مش ماتش القرن لأهميته، لكن لأحداث ما بعد مباراة السوبر. يمكن في أحداث حصلت لأول مرة منها يحصل في العالم كله، في تاريخ كرة القدم كله، وده اللي هنعرفه مع سير الحكايات. عندنا ثلاث حكايات: الحكاية الأولانية قبل الماتش، الحكاية الثانية في الماتش نفسه، الحكاية الثانية بعد الماتش، والحكاية دي مستمرة لمدة 30 سنة لغاية دلوقتي الناس بتتكلم في قضية نادي القرن. ما قبل المباراة كاف كان أعلن عن معايير اختيار أفضل نادي في القرن، واللي هي كانت الأسبوع الثاني من شهر يناير لعام 1994 تم وضع المعايير لتصنيف الأندية الأفريقية في بطولات أفريقيا عامة، والمعايير دي هي الأهم في النهاية النادي الأهلي الفوز ببطولة القرن عن القرن الماضي. والقضية اللي احنا لحد اللحظة دي الناس بتتكلم فيها والناس مختلفة فيها، خلينا نقول ان تم وضع معايير تراكمية بالنقط. النادي الأهلي ساعتها كان هو الأول وفقا للمعايير اللي وضعها الكاف، وهي المعايير اللي اتنشرت في وسائل الإعلام المصرية. خد بالك بقى ان المعايير دي هي اللي أثرت فيما بعد المباراة، خليها على جنب دلوقتي وهكلمك عن ما حدث في المباراة نفسها، واللي ممكن نلخصها في أربع نقط. الحقيقة المباراة كانت سيئة جدا على الصعيد الفني، ولكن نقدر نلخصها كده في أربع مشاهد. المشهد الأول اللي كل الناس بتتكلم عليه وهو طرد الحكم الجنوب افريقي بيتروس ماتابيلا، وخلي بالكوا ده هنرجع نتكلم عليه بعد كده، لمحمد يوسف الظهير الايسر للنادي الاهلي. طرد كان مفاجئ جدا ولسه لحد دلوقتي بيثير الجدل. برضو اول مباراه رضا عبد العال صفقه القرن الماضي زي ما كان بيتقال عليها في الوقت ده من الزمالك للنادي الاهلي، كان معاه لقطه لغايه دلوقتي لسه الناس بتتفرج عليها ولسه بتعلق عليها ولسه مستغربين. اللقطه الثالثه اللي احنا هنتكلم عليها هي هدف ايمن منصور، هدف أيمن منصور في كابتن أحمد شوبير، الهدف اللي كان من قذيفة مدوية واللي ليه برضو تبعيات وليه تاريخ هنتكلم عليها في المشهد الثالث اللي احنا بنتكلم عليه في المباراة دي. اللقطة الرابعة اللي احنا بنتكلم عليها تدخل عنيف جدا من إيمانويل النيجيري، إيمانويل أحد نجوم نادي الزمالك، تجاه ياسر ريان في لقطة برضو لغاية دلوقتي بتثير الجدل. خلينا ناخدهم واحدة واحدة كده ونبتدي من عند هدف الزمالك أو هدف أول ديربي أفريقي ما بين الأهلي والزمالك يكسبوا الفارس الأبيض. أيمن منصور استلم الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي والشاط قذيفة سكنت مرمى أحمد شوبير، ولكن الحقيقة إن أحمد شوبير قاد الماتش ده وهو ليس في كامل لياقته الفنية بسبب إصابته. الإصابة ما كانتش في الماتش، ولكن الإصابة كانت في مباراة الأهلي والمنصورة السابقة لمباراة السوبر الأفريقي. المشهد الثاني هو صفقة القرن رضا عبد العال اللي انتقل من الزمالك إلى الأهلي في صفقة أثارت ضجة كبيرة جدا. رضا عبد العال لاعب أساسي والصراحة تعرض لضرب كبير جدا، تعرض لخشونة كبيرة جدا، ودي لقطة لغاية دلوقتي الجماهير بتتكلم عليها، وأشهرها تدخل كابتن إسماعيل يوسف لاعب وسط نادي الزمالك على كابتن رضا عبد العال، واللي البعض اعتبرها أنها خشونة متعمدة وضرب بدون كرة تستحق الكارت الأحمر. اللقطة الثالثة والأهم واللي أثار الجدل ولغاية دلوقتي كابتن محمد يوسف بيتكلم عليها هي طرد كابتن محمد يوسف في الدقيقة 50 في المباراة، واللي كان ليه تأثير كبير جدا جدا جدا. طرد محدش كان عارف ايه سببه لغاية لما خرج كابتن محمد يوسف وحكى وقال انه بسبب الحكم المساعد اللي كان اشرف يوسف مدافع نادي الزمالك كان ماسك كابتن محمد يوسف على حد قوله وهو حاول يبعد ايده، فالحكم اعتبرها ضرب بدون كرة واشهر الكارت الاحمر لمحمد يوسف. اللقطة الرابعة والاخيرة هي تدخل عنيف من ايمانويل على ياسر ريان. تدخل عنيف بلغة الكرة نص، ايمانويل اخذ ياسر ريان نص ضربة اعتبرها الكثير من الجماهير انها تستحق الكارت الاحمر، وكمان خبراء التحكيم ضرب بدون كرة ما لعبش على الكرة، والنادي الأهلي طالب في اللعبة دي بمنح
إيمانويل كارت أحمر وهو الذي لم يحدث. كل ده كان سبب في اعتراض النادي الأهلي على الحكم. خلينا نقول إن الاعتراض اللي حصل بعد مباراة السوبر من 3: إبراهيم حسن واللي توقف سنة بعد كده، طارق سليم مدير الكرة واللي توجه له تحذير، والمدير الفني الإنجليزي ألان هاريس اللي توجه له تحذير بعد ما تلفظ تجاه القارة الأفريقية وحكام القارة الأفريقية على حد قول الاتحاد الأفريقي في بيان عقب نهاية المباراة. كلمناكم على ما قبل المباراة وخلال المباراة، أما بقى ما بعد المباراة ده اللي تأثيره موجود لحد دلوقتي. ما بعد المباراة عندنا قرارات الاتحاد الأفريقي ضد الأهلي وقرارات الأهلي ضد الاتحاد الأفريقي وإيقاف حكم المباراة. القرار الأول اللي أصدره الاتحاد الأفريقي هو إيقاف إبراهيم حسن الظهير الأيمن لنادي الأهلي لمدة عام ميلادي كامل، محلي وقاري وعالمي. القرار الثاني كان توجيه اللوم وتحذير لكابتن طارق سليم مدير الكرة بعد مشادته مع اسماعيل بنجي البتسواني مراقب المباراة. القرار الثالث توجيه التحذير للانجليزي ألان هاريس المدير الفني للنادي الاهلي الذي تلفظ تجاه التحكيم في القارة الافريقية. دول ثلاث قرارات للاتحاد الافريقي لكرة القدم الاهلي رد عليها بتصعيد مماثل. تصعيد الاهلي ضد قرارات الكاف بحسب تصريحات للكابتن صالح سليم رحمة الله عليه رئيس النادي الأهلي ما كانش بسبب لا الأداء التحكيمي ولا قرارات ضد الأهلي، ولكن بسبب ضعف المسابقات القارية وعدم جدواها، وده السبب الأساسي والرئيسي لاعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولات أفريقيا. وخلينا نقول إن ده السبب الأول والرئيسي كمان في التعديلات الكبيرة اللي طرأت على بطولات الأندية القارية الأفريقية كلها من سنة 97. القرارات كانت الاعتذار عن المشاركة في بطولات أفريقيا أو مقاطعة بطولات أفريقيا. اجتماع مجلس الإدارة كان فيه كابتن حسن حمدي نائب الرئيس، وكان فيه كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الوقت ده كانت الدولة بتعين أعضاء مجلس إدارة، وكان منهم الأستاذ المهندس مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وخلي بالكم دي نقطة مهمة جدا في الصراع ما بين الأهلي والزمالك على لقب نادي القارة. الاجتماع غاب عنه بس الأستاذ محرم الراغب والمستشار عبد المجيد محمود غابوا عن الاجتماع ده، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل قرر مقاطعة البطولات الأفريقية. النقطة دي مهمة جدا، أو شخص كان مهم جدا في الاجتماع ده، وهو مصطفى مراد فهمي، وده هيرجعنا لنقطة ما قبل بداية المباراة. زي ما قلنا إن الاتحاد الأفريقي أعلن المعايير الخاصة بتصنيف الأندية في الأسبوع الثاني من شهر يناير سنة 1994 بالتزامن مع مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك. مصطفى مراد فهمي المتهم بمجاملة النادي الأهلي ووضع معايير تؤهله للفوز بلقب نادي القرن هو اللي حضر الاجتماع اللي النادي الأهلي نفسه أعلن مقاطعة فيه البطولات الأفريقية بعد ما التصنيف تم إعلانه، وبالتالي الأهلي كان مهدد إن هو يفقد الصدارة اللي كان عليها وفقا للمعايير اللي وضعها الكاف سنة 1994. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، ممكن تكون فاصلة في الصراع ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، أو جماهير الأهلي وجماهير الزمالك اللي مستمر لحد دلوقتي حول لقب أو أحقية الأهلي بلقب نادي القرن. وزي ما قلت لكم في الأول إن الماتش ده من أكتر الماتشات تأثيرا في تاريخ القمة بين الأهلي والزمالك، وكان بسببه موضوع نادي القرن اللي احنا لحد دلوقتي بنتكلم فيه. وزي ما يسري كان بيتكلم إن الاعتذار ده كان ليه تأثير كبير جدا على الأهلي، وده اللي هيقوله لنا دلوقتي. الاعتذار كلف النادي الأهلي غاليا. خلينا نقول إن الاعتذار ده كان أكثر قرار في تاريخ مجالس إدارات النادي الأهلي على مر العصور إثارة للجدل ما بين مؤيد لقرار كابتن صالح سليم رحمة الله عليه وما بين معارض لقرار كابتن صالح سليم، والجدل ده لغاية دلوقتي حال. خلينا نقول القرار ده كلف النادي الأهلي. كلف النادي الأهلي، الأهلي انسحب من سنة 95 لغاية سنة 98. كلف النادي الأهلي إن المنافس المباشر نادي الزمالك اشترك مكانه في بطولة
كأس الأندية أبطال الدوري وساعتها كان اسمها كده، واللي فاز بيها على شوتينج ستار، ثم لعب نادي المقاولين سنة 97 في السوبر الأفريقي وكسب البطولة، ثم لعب بطولة الأفرو أسيوي وكسب البطولة. فبالتالي نادي الزمالك في غياب النادي الأهلي أو بسبب انسحاب النادي الأهلي كسب 3 بطولات أفريقية، واللي رفع رصيده من 6 لحد 9، وشفنا بعد كده 9 و7. كل ده كان ممكن ما يحصلش لو النادي الأهلي لعب بفريق من الناشئين، لو حتى تحت 10 سنين، واشترك في البطولات الأفريقية وخرج من الأدوار التمهيدية. نادي الزمالك لا كان هيشارك في بطولة كأس الأندية أبطال الدوري، ولا هيبقى مؤهل للسوبر، ولا هيبقى مؤهل يلعب لكأس الأفرو أسيوي. وده خلي بالكوا النادي الأهلي اللي عمله بعد العودة للبطولات الأفريقية سنة 99، واللي شهدت حدث لم يشهده تاريخ كرة القدم لا في مصر ولا في أفريقيا ولا في العالم. النادي الأهلي قرر سنة 99 العودة لبطولات أفريقيا والمشاركة زي ما قلنا بفريق من الشباب والصاعدين لحرمان نادي الزمالك من الحصول على نقاط في صراع نادي القرن. وده اللي حصل فعلا. النادي الاهلي طلع من البني الاثيوبي خارج البطولة من دور ال 32، بس اليوم ده كان يوم شهد مفارقة كبيرة جدا. تخيلوا النادي الاهلي لعب ماتشين في نفس اليوم، الصبح في البطولة العربية وبالليل مع البني الاثيوبي، والنادي الاهلي خرج ولكن حرم نفسه من الاستمرار او المشاركة في البطولة، وبالتالي النادي الأهلي قدر يتوج بلقب نادي القرن في النهاية، والمشاركة دي كان لها تأثير كبير جدا. آخر تأثير بقى كان مهم جدا برضو، قعد لسنين طويلة جدا بعد الماتش، هو إيقاف حكم المباراة. سنة 2004 بيظهر أثر جديد لمباراة السوبر ما بين الأهلي وما بين الزمالك بعد 10 سنين. المباراة دي أثرها زي ما قلنا امتد لغاية 30 سنة لغاية دلوقتي. حكم المباراة كان حكم من جنوب أفريقيا اسمه بيتروس ماتابيلا. الحكم ده طبعا النادي الاهلي اعترض على ادائه زي ما قلنا في البدايه، ليفاجئ الجميع وخبر نشر في وكاله رويترز للانباء تم اعتقال الحكم بشبهه التلاعب في المباريات مع 17 حكم اخر من جنوب افريقيا. قبل عصر السوشيال ميديا كان في منتديات، ده شيء شبيه بمواقع التواصل الاجتماعي اللي موجود دلوقتي بس اقل طبعا تكنولوجيا. كل الناس اللي عليه من جماهير النادي الاهلي كانت بتطالب بتقديم مجلس اداره النادي الاهلي في هذا الوقت بقياده الكابتن حسن حمدي لطلب الاتحاد الافريقي لبحث المباراه واعادتها او سحب لقبها من نادي الزمالك. ودي كانت قصه اكتر مباراه تأثيرا بين الأهلي والزمالك، واللي استمرت لمدة 30 سنة، واللي أعتقد هتفضل تأثيرها مستمر لسنين جاية كمان قدام. يا ترى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة هتبقى بنفس التأثير ده ولا لأ؟